السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقدم لكم أخبار الزمالك، أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. شكرا لكم جدا على دعمكم. الزمالك ما زال يواصل الراحة السلبية الممنوحة للاعبين. ينتظر مسؤول نادي الزمالك الحصول على القيمة المالية المنصوص عليها في عقد مصطفى محمد مع جلاتا سراي التركي، بعدما أخطر الأخير مسؤول القلعة البيضاء تفعيل بند شراء المهاجم بشكل نهائي قبل حلول يوم 31 من ديسمبر. احتفل أمس السبت الموافق 1 يناير 2022 محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده 31، حيث أنه ولد عام 1991. طلب المدير الفني من جهازه المعاون بجمع المعلومات عن المنافسين للزمالك في المجموعة الإفريقية، وهم أندية الوداد البيضاوي المغربي وبترو أتلتيكو وسجرادا الأنجولي. آخر تطورات أزمة شيكابالا مستند أثبت قرار اللجنة الثلاثية السابقة للزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تضمنت الموافقة على تمديد عقود العديد من لاعبي الفريق بعد التجديد لهما في يناير الماضي، وكان من ضمن اللاعبين الذين تمت الموافقة على تمديد عقودهم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب فريق الزمالك، حيث تمت الموافقة في محضر اجتماع اللجنة الثلاثية وقتها على عقد شيكابالا بكافة بنوده وشروطه. وكانت أزمة عقد شيكابالا قد تفجرت في الأيام الماضية بعد البيان الذي خرج به اللاعب، وأكد أن قيمة الراتب في عقده مختلفة عما اتفق عليه بعدما قام في وقت سابق بالتوقيع على بياض للنادي. وإليكم صورة من العقد. يشارك نادي الزمالك في بطولة كأس الرابطة التي تنطلق نسختها الأولى هذا العام في 12 من يناير، حيث ستقام مراسم القرعة غدا الموافق 3 من يناير 2022 لتقسيم أندية الدوري المصري الممتاز إلى 3 مجموعات، ويأمل الفارس الأبيض في التتويج بلقب المسابقة في نسختها الأولى رغم غياب بعض نجومه بسبب المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية. استقر مسؤول نادي فيوتشر على ضم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك المعار للنادي الصاعد بصورة نهائية عقب نهاية الموسم الحالي وانتهاء إعارته للفريق. وأكد مصدر مقرب من جنش أن فيوتشر يمتلك حق شراء جنش مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس والمقدر ب 2.5 مليون جنيه، ويرغب اللاعب في الاستمرار في صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري المصري عقب انتهاء فترة إعارته. فاروق جعفر الجيل الحالي من أفضل الأجيال التي جاءت في تاريخ الزمالك بعد نجاحهم في التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي، على الرغم من المشاركة المشاكل والصعوبات الكبيرة التي واجهوها منذ بداية الموسم الماضي بتغيير الإدارات وتغيير المدربين وعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. وتابع الجماهير كان لديها صبر ودعمت الفريق، ورغم كل الظروف التي مر بها النادي اللاعبون لم يتأثروا وكان لديهم إصرار وعزيمة على التتويج ببطولة الدوري. واستطرد أشكر لاعبي الزمالك والجمهور والإدارات التي تعاقبت على إدارة النادي خلال الموسم الماضي ونجحت في توفير الاستقرار للفريق. وأشار لم أغضب بعدما تركت الزمالك بعد عودة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، مضيفا النادي بتاعنا عيب لما يخرج شخص ويقول النادي رجع لأصحابه، أصحاب النادي هم اللي لعبوا وشقيوا فيه، هذا ما تعلمناه. أصحاب النادي إسماعيل يوسف، جمال حمزة، حسن شحاتة، طه بصري، هؤلاء هم أولاد الزمالك وأصحاب النادي. من الأخبار العامة، كتب كارلوس كيروش عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر: أتمنى أن تكون سنة جديدة سعيدة مع السلام والنجاح وأفضل صحة. وعلى وجه الخصوص بالنسبة لمصر، قد تكون 22 أيضا سنة كأس العالم، والآن حان الوقت لمواصلة عملنا والحفاظ على تركيزنا. فتحت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أمس السبت باب القيد الشتوي للأندية لتدعيم قوائمها باللاعبين في فترة القيد الثانية، وتحديدا في الفترة من 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر. وقرر اتحاد الكرة السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى 5 لاعبين من مواليد 99 بعدها من وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي. قام نادي بيراميدز بتمديد عقد إبراهيم عادل لاعب الفريق حتى 2026 ومد العقد لموسم إضافي مع الفريق وتعديل عقده، وسبق ووقع اللاعب لمدة 4 مواسم وحتى 2025، لكن إدارة بيراميدز قامت بتعديل العقد من جديد ومده لموسم إضافي بحيث ينتهي في 2026 مع الفريق ورفع راتبه السنوي مع الفريق. كتب المعلق أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا زعلان من ميدو جدا لأنه هو نفسه مش عارف قدره وعظمة التاريخ الجميل اللي صنعه ورصيد الحب اللي
اللي له ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، وقد ايه هو قدوة ورمز لكتير من اللاعبين في مصر وخارجها. علشان كده ما ينفعش ينتقد لاعب كوكا بهذا الشكل والاسلوب مهما كانت الاسباب. واضافة خسارة يميد تخسر حب واقتناع ناس بتحبك وانت بالنسبة لهم قدوة ورمز جميل، ولو لك تحفظ او وجهة نظر يبقى ممكن تكلمه تليفونيا او تتواصل معاه وتقوله اللي عايز تقوله. انت قيمة كبيرة بنسعد بيها، خسارة تخسر حب انت تعبت في انك توجده. كوكا اخ اصغر لك ونحت في الصخر ويحتاج لمن يشجعه ويشكره ويدفعه للامام كمان وكمان. تقدر تكلمه وتقوله وجهة نظرك، وكلنا قبل كوكا هيزداد حبنا وتقديرنا ليك. بس كده، دي كل الاخبار اللي كانت معنا النهارده لنادي الزمالك. نتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم جدا على دعمكم. لو عجبك الفيديو ده اشترك فيه اخبار اسود الزمالك عشان يوصلك كل الجديد مننا.